أخي، صحيح أني لا أهتم بأن أكون صياداً أو لا، ولكن هناك شيء أرغب فيه وأريده. هل أنت واثق؟ أجل، هو شيء أرغب فيه بشدة. أخبرني به، تشجع وأخبرني. لما تصمت؟ ألا تمتلك الشجاعة لتخبرني؟ مخطئ. أنا أريد أن أصير صديق جون. لقد سئمت من تلك الجرائم ومن إيذاء الناس. أريد أن أصير صديق جون، وأريد أن أعيش كغيري من الأولاد. هذا مستحيل. لا يمكنك مصادقة أحد يا كيلوا. ما يمكنك فعله هو إيذاء من أمامك أو الامتناع عن ذلك. هذا ما دربناك عليه. أنت لا تريد أن تكون صديق المدعو جون. كل ما في الأمر أنك مهتم به لاختلافه عنك. مخطئ. إن بقيت إلى جانب ذاك الفتى فسترغب في إيذائه يوما ما، فمواقف الحياة ستضعكما عند مفترق الطرق، وعندها ستقتله إن عارض قرارك.